سيد موسوي، يعني غالبا ما يتم الحديث فيما يتعلق بأزمة المياه عن دور تركيا في هذه الأزمة، ماذا عن دور إيران؟ ممكن تعيد السؤال استاذ سعد؟ سألتك عن دور إيران في هذه الأزمة إلى جنب دور تركيا فيما يتعلق بأزمة المياه. يتكلم عن المفاوضات الخارجية، تقصد المفاوض العراقي؟ لا، أتحدث عن تأثير قضية المياه القادمة من إيران. لماذا لا يتم الحديث عن إيران كما يتم الحديث عن تركيا؟ نعم، دول المشاركة المائية العراقية على التعاون بالجانبين، يعني الجانب التركي والجانب العراقي. بالنسبة للجانب الإيراني حقيقة، يعني لاحظنا فقط العام الماضي كان حديث من وزير الموارد المائية على أنه كان هناك بعض الإطلاقات وليس اتفاق من خلال نهر الكارون اللي ساعد نوعا ما في دفع اللسان الملحي. أما بالحقيقة بالروافد اللي قطعتها إيران، دكتور رمضان وأستاذ أحمد يعرف كل زين، يعني بحدود المناطق اللي ضررت أكبر، أن تبدأ من مناطق ديالة ومن ثم نذهب إلى المناطق الجنوبية البصرة، نتكلم عن قطع التام لنهر الكارون، نتكلم عن القطع التام لنهر الكرخة، عن روافد ديالة، عن نهر الوينت، عن يعني الجانب الإيراني لا يبدمرون بالمفاوضات في مسألة المياه، أو لربما لا يوجد حديث حتى عن الجانب الحكومي العراقي لا يتضرر كثيرا مع الجانب الإيراني بمسألة المياه، حتى يعني لا أكثر من الكلام العابر على أنه إقامة إيران مشاريع بدون إشعار الجانب العراقي، مع العلم أنت تعرف جيدا أن الحكومة العراقية أو الفاعل السياسي العراقي يتمتع بعلاقات جيدة مع الجانب الإيراني.